للمزيد من المعلومات ينضم إلينا هاتفيا الناقد الرياضي الأستاذ محسن لملوم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محسن. أهلا بك يا أستاذ باسم. يعني في البداية أهنئ حضرتك وأهنئ كل المشاهدين على نتيجة الأمس. برأي حضرتك السبب الأساسي لتغيير أداء المنتخب، يعني المستوى الذي ظهر به بالأمس مستوى طيب للغاية على عكس المباريات السابقة؟ بالتأكيد، يعني منتخب مصر امبارح فاز عن جدارة واستحقاق، حتى لو كانت عن طريق ضربات الحظ الترجيحية، لكن في النهاية يحسب بس بكل أمانة للمدرب أولا، عشان هو كان واجه العديد من الانتقادات بسبب تغيير بعض مراكز اللعيبة أو تغيير كثير من مراكز اللعيبة. امبارح كان عنده حسن الظن بيه، قدر يوظف اللعيبة بشكل كويس جدا، وكمان لا ننسى جهود اللعيبة نفسهم ان هم قدروا يسيطروا على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، وكان مفترض اصلا المباراة ما بتصلش لا لوقت اضافي ولا لضربات جزاء وترجيحية. كان مفترض منتخب مصر منطقيا جدا كان يفوز امبارح في 90 دقيقة، يعني ربما كمان 2-0 او حتى 3 لو كان حلف التوفيق في بعض الكرات اللي لاحت المنتخب مصر. لا. اكيد الدور الاول بصراحة لكروش وبرضه لمجموعة اللعيبة ان هم كان عنده حسن الظن بيهم. نعم، طيب يعني هي نفس مجموعة اللاعبين، التغييرات الطفيفة للغاية التي أدت بهذا الشكل المتميز بالأمس، وهي نفسها أيضا التي أدت بشكل مغاير تماما في المباريات السابقة. إذن ما الذي كان ينقص المنتخب ولاعبي المنتخب كي يؤدوا بهذا الشكل منذ البداية؟ بكل أمانة الثقة بالنفس، يعني في البداية بصراحة كان بدايتنا كانت قدام نيجيريا كانت سيئة جدا، يعني احنا خسرنا 1-0 كنا نستحق الخسارة بثلاثة وبأربعة، يعني لو كان منتخب نيجيريا فايق كان قدر يعمل علينا النتيجة التاريخية دي. المنتخب يعني بطولة الأمم الأفريقية لها ناسها، منتخب مصر أول الناس اللي بيعرفوا يجيدوا اللعبة في كأس الأمم الأفريقية، ولكن مع تولي المباريات يمكن المستوى تحسن في المباراة الثانية قدام غينيا بيساو، غينيا بيساو عفوا أفضل من نيجيريا، ثم السودان كان أفضل برضه مما قبل، مع طبعا ما وضعش الاعتبار يعني لا منتخب غينيا بيساو ولا منتخب السودان في نفس حجم أو في قوة منتخب نيجيريا، يعني الفوز عليهم كان طبيعي. لكن المنتخب مصر جاء مع الوقت، الثقه اكتسبها مع الوقت، حسيت المباريات ما يعني كان في دور مهم جدا لمحمد صلاح اللي اتكلم عليه في المؤتمر الصحفي قبل مباراه كوت ديفوار، ان ضروري يا جماعه كلنا نبقى نتوحد خلف المنتخب، ما فيش حاجه اسمها لعيبه جمهور الاهلي دعم لعيبه الاهلي او جمهور الزمالك دعم لعيبه الزمالك، وده كان ليه اثر كبير في المباراه. الناس كلها الدعم جاء بصراحه من وسائل الاعلام، يعني كله تغاضى عن هذه النقطه وكله راعى الحته دي، ما فيش حد يشيد بلعب بعينه، كله تكاتف حول المنتخب، وكلنا شفنا امبارح حتى ابو جبل والشناوي عقب اصابه الشناوي، شفنا ابو جبل الشناوي كان بيدعم ابو جبل، وابو جبل كان بيتمنى الشفاء للشناوي، دي امور طبيعيه طبعا، لكن للاسف كان بعض الاعلاميين المنتمين للانديه الكبيره كان خرج عن النص، فالمنتخب يعني رجعت له ثقته في نفسه، وده منتخب مصر اللي احنا نعرفه يعني. طيب على ذكر الإصابات، يعني بالأمس كانت إصابة محمد الشناوي يمكن أقلقت العديدين، ولكن الحمد لله محمد أبو جبل أدى بشكل طيب للغاية، أيضا حمدي فتحي والإصابة هي إجهاد في العضلة الضمة، من سيستطيع اللحاق بالمباراة القادمة أمام المنتخب المغربي؟ اعتقد الشناوي بنسبه كبيره بره، لانه طبعا عنده الخلفيه، اعتقد بنسبه كبيره بره، ولا خوف في ذلك على اعتبار طبعا ان ابو جبل ادى في الوقت القصير اللي نزل فيه ادى بشكل كويس جدا وكان عنده حسن الظن بيه. اعتقد ممكن يلحق بالمباراه حمدي فتحي لانه عنده اجهاد، فهو اللي ده لسه فيه بتاع ثلاث ايام، ممكن يلحق وربما لا يلحق، لكن حتى ان ما لحقش بالمباراه ما فيش خوف تماما بصراحه، البدائل كانت موجوده، يعني هو لما خرج امبارح ونزل مكانه احمد سيد زيزو ادى بشكل عالي جدا وكانه كان بيلعب المباراه من اولها، نفس ما عمل برضه ابو جبل لما نزل مكان الشناوي. نتمنى الشفاء طبعا ليهم، لكن اعتقد بنسبه كبيره الشناوي خارج مباراه المغرب. نعم، طيب فيما يتعلق بالمباراه القادمه امام المنتخب المغربي، يعني حضرتك شايف فرص وحظوظ المنتخب عامله ازاي، خصوصا ان المنتخب المصري بيؤدي بشكل جيد امام المنتخبات القويه؟ خليني اقول لحضرتك، بعيدا عن التاريخ اللي بينحاز بشكل كبير جدا للمنتخب المغربي، انا مش مع النقطه دي تماما. خلينا اقول ان من خلال رؤيتنا للمنتخب المغربي في المباراه اللي لعبها اخر ماتشين تحديدا قدام الجابون، كان خسران 2-1 وانقذته موهبه لاعب زي اشرف حكيمي لما سجل ضربه حره، سجل بهدف تعادل، ونفس الكلام برضو قدام الراس الاخضر لما المباراه الاخيره لما برضه كانوا متعادلين، كان اصلا المنتخب المغربي مغلوب وبعدين تعادل وبعدين برضه انقذته، او الفوز جه عن طريق برضه نفس مهاره شخصيه من اشرف حكيم. اعتقد المنتخب المغربي عنده دروبات كثيره جدا خصوصا في الدفاع، يقدر منتخبنا يستغلها، خصوصا منتخب مصر صلب دفاعيا وفي خط الوسط، وفي الهجوم طبعا بيتميز بتحركات واعيه جدا من
سواء من محمد صلاح او من مرموش او حتى من مصطفى محمد ولا محمد شريف نعم. كمان كبديل، اعتقد ان احنا نقدر نرهق المنتخب المغربي ونقدر نفوز عليه. انا بكل امانه متفائل، شايف ان النسب يعني دايما بقول 50-50، لكن انا شايف حتى فرص مصر في الفوز قد تصل ل 60 واكثر من 60، لان برؤيتنا المنتخب المغربي انتصاراته في الفتره الاخيره او في المباراه الاخيره كانت بجهود فرديه فقط او بجهد فردي للاعب اشرف حكيمي. نعم. طيب استاذ محسن، اذا تحدثنا عن الهجوم وحضرتك ذكرت اسماء المهاجمين في مصر في المنتخب المصري، يعني اسماء كبيره كلها ولا ينقصها الخبره، ومع ذلك هناك عقم، لا اريد ان اقول عقم تهديفي، ولكن يعني في خلال 4 مباريات لم يتم احراز سوى هدفين فقط اذا لم يتم احتساب ركلات الترجيح. راي حضرتك طبعا في هذه النقطه؟ والله دي لو هتلاحظ هتلاقيها مشكلة عامة في البطولة، البطولة عامة فيها ضربات في موضوع الأهداف، يعني يكفي إن السنغال مثلا هدف تأهل بهدف وحيد من مجموعته، وهو منتخب مدجج بالنجوم على رأسهم ساديو ماني وحدث ولا حرك كل الفرقة بسم الله ما شاء الله، حاجة ترعب بصراحة، ومع ذلك تأهلوا بهدف وحيد كان من ضربة جزاء في الدقيقة 93 لمنتخب السنغال، وبعد كده لما فاز بصعوبة حتى على جزر القمر او مش متذكر كان قبله مين، كان كسبه 2-0 برضه في عقم تهديفي شويه. هي بشكل عام عقم تهديفي، لكن عندنا احنا في سوء توفيق، يعني مصطفى محمد بحس ان هو بيبقى مستعجل التهديف قوي قدام المرمى، عشان كده بيضيع منه اهداف كتيره، محتاج يهدى شويه والاهداف دي ان شاء الله تيجي. يعني اعتقد لو منتخب مصر سجل مبكرا يقدر يسجل ثاني ويقدر يفوز في المباراه الواحده باكثر من 2 و3 اهداف. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محسن لملوم الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك.